إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب FM، يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب FM. أحلى مساء يجمعنا، خليك معنا اسمع السلام الله عليكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم على الهواء مباشرة في هذا اللقاء المتجدد، دائما معكم مع حكايات جديدة وسطور رائعة جدا، أيضا مع المغردين وكل من يتحدث عن أفكاره وأيضا طموحاته من خلال فقرات البرنامج الخاصة بمستمعينا وشباب عمان من خلال تواصلهم من مختلف محافظات وولايات السلطنة. هناك الجديد، هناك العديد من المحطات، نجدد التحية بالجميع في فقراتنا لليوم من تمام الخامسة إلى السابعة بإذن الله، معكم على الهواء مباشرة، إعدادا وتقديما عدنان بن عبدالله الميمني، في الإخراج مريم بنت محمد العجيلية، المتابعة والتنسيق لسيف بن سعيد الهلالي. ومساكم دائما أجمل ومساكم عطاء بإذن الله يستمر لأرض عمان الغالية. تابعون عدنان الميمني في مساكم أحلى.
حياكم الله من جديد مستمعين ومساكم تواصل ومرحبا بكم مع رشفة يعني قهوة ساخنة أو شاي الآن في فترة العصر. إن شاء الله الكل يكون مستمتع أيضا من خلال المحطات والوقفات الخاصة بفقرات برنامج بساكم أحلى هنا من خلال التغريدة أيضا الواردة لمتابعينا على آت شباب راديو أوبان. كانت السطور هي اللي تعبر أيضا عن الفكر والمكنون الذي يجوب دائما في أذهان الكثير منا. الفكرة هي أساس النجاح، والطموح هو الذي يحفز الشخص أن يرتقي، ويرتقي الفرد أيضا لتحقيق كل ما يجوب في أذهان المتفائل، وخاصة بعد قضاء ساعات طويلة جدا سواء كان في العمل أو سواء كان في فترة ضغط واختبارات. في هذه الفترة نتمنى التوفيق للجميع، ولكن دائما الطموح والتفاؤل والنجاح هو أساس يعني سر السعادة، والمشاوير أيضا التي تقضيها بسعادة من خلال الفكرة المتبادلة بينك وبين أصحابك أو أحبابك بالأصح. فنتمنى الجميع إن شاء الله يرتقي دائما بفكرة رائعة جدا، يكون مبتسم متفائل في الفترة القادمة. هناك الكثير من الوقفات، الكثير أيضا من التغريدات مع أفكار شباب عمان من مختلف محافظات وولايات السلطنة، بالإضافة أيضا للأنشطة والفعاليات المختلفة في يعني أكثر من بلدة. هناك أيضا الكثير من طلابنا في الوطن العربي وأيضا الدول الأوروبية بالتحديد، الكثير منهم كان يشارك بتغريدة، يشارك أيضا بنشاط معين ينقل الصورة من خلال إرفاق صورة خاصة يلتقطها على صفحة آت شباب راديو أوبان. هذه الصفحة الخاصة بمستمعين إذاعة الشباب على تويتر. نعيش معكم دائما الأجواء المسائية مع فارق دائما التوقيت. نتمنى التوفيق أيضا لإخواننا وأخواتنا المتابعين والمستمعين لتطبيق الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية، ونتمنى مساءات سعادة بإذن الله للجميع، ومساءات يعني أيضا تحقق نجاحات قادمة لأفكاركم، نجاحات أيضا بالنسبة لدرجاتكم العلمية في الفترة المقبلين على اختبارات كثيرة يعني الفترة القادمة. فنتمنى الاجتهاد شوي والصبر في هذه الفترة لتحقيق أيضا نتائج طيبة لترضيكم وترضي الأهل. نحن اليوم من ضمن فقرات البرنامج سنتوقف مع فقرة أخبار وأحداث. هذه الفقرة اللي راح نتعرف على كثير من الأخبار والأحداث اليوم من وكالات الأنباء العمانية، بالإضافة إلى الأجواء هذا المساء، أخبار شبابنا معاكم يا شباب. أيضا عندنا فقرة المنوعات من مكتبة إذاعة الشباب، اخترنا لكم إن شاء الله أغنيتين سنطرح تفاصيلها من خلال مشاركتكم مع فقرة أرقام وأغاني. عندنا أيضا اليوم فقرة ضيف البرنامج، رح نتعرف على تفاصيل كثيرة جدا إن شاء الله حول مشاركة طلاب كلية الطب من جامعة السلطان قابوس في المؤتمر وأعمال المؤتمر الطبي
هناك تفاصيل كثيرة جدا مع الدكتور فهد الزجالي. أيضا سنتواصل بإذن الله مع الفقرات الخاصة بمستمعينا اللي متواصلين معانا على آت شباب راديو أمان على هاشتاج مساكم أحلى على الانستغرام، نعيش معاهم الأجواء المسائية أو صورة يلتقطوها أو أي أيضا فيديو يعني في 10 ثواني يرفقوها من خلال هاشتاج مساكم أحلى. سنتواصل مع فقرة تواصل، عندنا أيضا أخبار شبابنا، ذكرين بالفقرات، عندنا أرقام وغاني والغاز وفنانين الأجواء هذا المساء، عندنا أيضا صحتك بين يديك، عندنا مجموعة من الفقرات يعني اليوم اللي كثيرة واللي متعددة إن شاء الله تستمتعوا فيها يا رب. أنا بانتظار تغريداتكم، بانتظار أيضا مشاركتكم، بانتظار أفكاركم من خلال متابعتكم لتفاصيل حلقة اليوم. وإذا حابين تغنوا وتسمعونا صوتكم أو أيضا لكم يعني كتابات في ترانيم أو نثر شعري، ممكن نسمع أيضا تلك الترانيم الجميلة المسائية اللي كتبتوها واحتفظتوا فيها في أجهزتكم الذكية أو في أوراقكم مع الورقة والقلم، فأكيد نعيش مع مذكراتكم اليومية مع نثركم وترانيمكم اللي تدور في أذهانكم مستمعينا. أذكركم بأرقام إذاعة الشباب وأرقام مساكم أحلى وعملية التواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية القصيرة أو أرقام إذاعة الشباب. نتواصل في مواقع التواصل، نحن بنتواصل في مواقع التواصل، ونذكرهم أيضا بأرقام البرنامج مريم وعملية التواصل بالفلاشة الخاصة بأرقامنا وتواصلنا. بروح شوي للتغريدات لحد ما نجهز أيضا عملية التواصل من المستمعين. طلال يقول مساكم عسل ومساء أحلى لأخي عدنان، والله اشتقنا لكم أنتوا ومواضيعكم المميزة، مداومين بس بعدنا متابعين، ما نقدر نستغنى عنكم، وتحياتنا لك يا طلال. بالفعل مساءاتنا دائما تكون أفضل من خلال التبادل، تبادل هذا الحب، تبادل هذا التواصل من خلال متابعتكم لأفكارنا، ونتابع أيضا أفكاركم وسطوركم المسائية من خلال تغريداتكم المستمرة. راعي الوفا يقول أسعد الله مساك أخوي عدنان ومساكم أحلى يا رب، مساءك نور وسرور يا رب. يا مرحبا بك محمود الهلالي، شكرا على إعادة التغريدة، أتمنى تفضيلات كثيرة اليوم أيضا من خلال السطور المسائية أو الترنيمة أيضا اللي عبرنا فيها في مساكم أحلى من خلال متابعتكم لفقرات البرنامج. أتمنى أن بالفعل نعيش كلنا أجواء يعني تحاكي أيضا أذهاننا بحكايات رائعة جدا، حكايات التفاؤل والنجاح من خلال تحقيق تلك الأفكار على أرض الواقع أو إنجازها خلال الفترة القادمة. خالد الخصيب يقول كن لطيفا بما كن لطيفا بتحدثك مع الآخرين، فالبعض يعاني من وجع الحياة وأنت لا تعلم. دائما بالفعل يا خالد الواحد لازم يكون لطيفا عندما يتحدث مع الآخرين، انتقاء أيضا الألفاظ، انتقاء الكلمات لها دور مهم جدا أنك أنت تكون علاقة اجتماعية قوية جدا. فمسائك أجمل وتحياتنا لك، وشكرا على الإطراء الطيب يا خالد الخصيبي. أبو سالم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء السعادة يا جماعة الخير، ما أدري وين المشكلة في التردد، ما تطلع معانا في مرمول لكن حاب اسمع البرنامج، شكرا على تواصلكم معانا على التغريدات المستمرة في مساكم أحلى. شكرا أبو سالم، وإن شاء الله يعني ثبت على ترددات إذاعة الشباب وتكون متابع أيضا، يمكن التردد شوي يعني حاول أنك يكون التردد يدوي معاك، يعني لا تحاول أن يكون إلكتروني أنك تلقائيا يلقط ترددات إذاعة الشباب، حاول يدويا أنك تلقط التردد إذا كنت تتابعنا عن طريق المذياع. إذا عندك إشكالية ممكن تتابعنا عن طريق تطبيق الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تشاركنا وتتواصل معنا. نروح لفاصل بعد ذلك نرجع نتواصل مع فقرة أخبار شبابنا، وذكركم بأرقامنا، ونسمع أيضا الفاصل الغنائي ونرجع لكم. للتواصل مع برنامج مساكم أحلى الاتصال على الرقم 24698151، ولمستمعينا من خارج السلطنة يمكن الاتصال على الرقم 00968 24 69 8 18. كما يمكنكم المشاركة عبر الهاشتاج
مساكم أحلى عبر تويتر والإنستغرام. مساكم أحلى. شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب. لما تظن انك حبيب وانك من الفرحة قريب، لكن يجي سهم ويصيب، سهم ويصيب قلبك وتحيا به غريب. انك حبيب تابعون مساكم أحلى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ولا نشاف فيك الشعور، حول هموم قلبك شموع، وارجع وطير ويا الطيور. ضيع خطاه. ولا نشاف فيك الشعور، حول هموم قلبك شموع، وارجع وطير ويا الطيور. طبع الحياة حزن وفراح، طبع الورود شوك وزهور، طبع الحياة حزن وفراح، وطبع الورود شوك وزهور. شيء غريب، شيء غريب، شيء غريب، شيء حياكم الله من جديد مستمعينا، وعودة لكم وعودة لفقرات البرنامج. بنبدأ معاكم مع فقرة أخبار شبابنا لليوم، ورايح نتواصل مع مستمعينا وين ما كانوا يتابعونا. إن شاء الله الكل يكون مستمتع معانا، يكون أيضا قريب من إحساسنا، قريب من أفكارنا من خلال المتابعة أيضا لتفاصيل حلقة اليوم. اللي حاب يتواصل على أرقام إذاعة الشباب نقول مرحبا بكم على 7 خطوط تنتظركم مستمعينا في فقرة أخبار شبابنا على 2-4-6-9-8-1-5-1. أعيد الرقم من جديد 2-4
0698-61-5151 الرقم الدولي على 00-98-246-98-218 الرسائل النصية القصيرة على 90456 بانتظار ترانيمكم، بانتظار أيضا قصايتكم، بانتظار أصواتكم. إذا كنتم من الأصوات الجميلة يعني اللي تغني وتدندن مع نفسها، فنتمنى إنكم تسمعونا صوتكم وتدندنوا معانا اليوم من خلال المحطات أيضا المنوعة الخاصة بتواصلكم، ونتمنى هنكون رفقاء درب مع مستمعينا في مشاويرهم المسائية. صالح مرحبا بك. كيف الحال؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير، دامك بخير. حياك، نشكرك على البرنامج، نشكرك. الله يسلمك. صالح من وين تكلمنا عزيزي؟ والله من نيابة سناو. من نيابة سناو. اي نعم. اليوم أول مرة تشاركنا؟ ما أول مرة، أمس مشاركنكم. أمس مشاركنا؟ عاد السموح منك. نعم. أنا نساي يا صالح. لا نساي، دائما تكون نساي، وبعدك وعدتنا تقول باجي معكم سناو علشان زيارة الأسواق. شفت عاد أنا من أمس نسيت، وعاد تباني أزورك ما أعرف، عاد على ما أوصل أعتقد ناسي نص الدرب. ما شاء الله. حياك يا صالح، يا مرحبا بك. يعطيك صحة عدنان، يعطيك صحة والعافية إن شاء الله. اليوم إيش من الأفكار اللي تدور في أذهان يعني في ذهن صالح وفي أذهان أيضا أصدقاء صالح من خلال مشاويره؟ يعني أصدقائك وين أقنعوك تزور، وأنت إيش اقتنعت إنك تزور يا صالح؟ والله أفكار عدنان اللي يدور في بالنا، طبعا إحنا نتجول من أسواق، من سوق إلى سوق يعني. طبعا نبدا من الاثنين، اللي هو من سوق الاثنين الى سوق الثلاثه الى سوق الاربعه اللي هو بكره لابره. جميل. والشباب وين كانوا يبغوا يروحوا؟ من الابره الى الخميس طبعا اللي هو في سناو. حلو. والشباب وين كانوا يبغوا يروحوا اليوم؟ نعم، الشباب وين اقنعوك تروح؟ شباب هيه. اقنعوك مكان ولا كنت مقتنع؟ لا لا لا، مقتنع انك اليوم تكون في السوق. اي نعم. جميل يا صالح، يا مرحبا بك يا صالح، ومساءك سعيد. يعطيك الصحه والعافيه يا عدنان. الله يسلمك وعافيك، يا مرحبا فيك يا صالح. هذا اخبار صالح في السوق، مثل ما قال يعني الفكره اللي تدور في ذهنه انه يكون في السوق بالتحديد. تحياتنا ايضا للمتابعين والمغردين معانا على آت شباب راديو مان، صفحة إذاعة الشباب على تويتر، إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دائما ترحب بمستمعين اللي متابعينا أيضا من خارج حدود السلطنة. إذا عندنا مكالمة مريم، بنستقبل أيضا أصوات المستمعين على 24-6-9-8-1-5-1. لا تقولوا زحمة على الخطوط، لأن عندنا 7 خطوط بانتظار المستمعين. رقمنا الدولي على 00-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. صالح يقول إن العقل كالحقل، وكل فكرة نفكر فيها لفترة طويلة هي بمثابة عملية ري، ولن نحصد سوى ما نزرع من أفكار إيجابية أو سلبية صالحة. تحياتي للجميع. تحياتي لك يا أخوي صالح، ومرحبا بك معنا، وشكرا على هذه التغريدة الجميلة. وبالفعل العقل كالحقل، كل ما فكرت في فترة طويلة جدا إن تقوم أو تحصد بفكرة سلبية ستكون سلبية، وإذا فكرت أن تكون تلك الفكرة إيجابية ستنتج أيضا يعني نتاج طيب من الإيجابيات بدعم الآخرين بهذه الطاقة أيضا اللي تكون واردة، اللي يمتصها الآخرين من ابتسامتك، من فكرك، من خلال تواصلك أيضا مع زملائك. مرحبا أيضا بسنيدة الشكيرية، تقول استمتع بحياتك اليوم، فالبارحة قد فات والغد قد لا يأتي أبدا. مساء المحبة سنيدة الشكيرية. كيف الحال عدنان؟ الحمد لله بخير، يا مرحبا بك. الواحد يستمتع في كل لحظة وكل ثانية، ويرضي ربه أيضا من خلال الأعمال الخيرة اللي يقوم فيها، ويتذكر ربه معاه في كل فكرة وكل مشوار. وانت عليك انك تنتج دائما أيضا ما هو جيد، ما هو أيضا يزرع الابتسامة من خلال وقفاتك يعني الإنسانية أو تواجدك في مكان معين. شكرا يا سنيدة الشكيلية على تواصلك معنا. سليمان العاصمي مرحبا بك. خالد الخصيبي مساء الخير، ومرحبا أيضا بتواصلكم معنا.
24689151 وكثير من التغريدات وكثير أيضا من الرسائل النصية القصيرة. نحن سمعنا شوي من أغاني حسين الجسمي شيء غريب يعني من الأغاني القديمة، لكن ما يمنع أن نسمع أيضا الأغاني المختارة اليوم لفقرات البرنامج. حبيت أمسي على علي جعفري يقول مساكم أحلى ومشكورين على البرنامج الجميل ومتابعين لكم بصمت، أحبك يا عمان من عبد الله الخوالدي وكلنا نحب عمان، تحياتنا لك يا عبد الله ومساءك وطن ومساءك عشق لعمان وأرض عمان بإذن الله. شكرا على متابعتك وشكرا على الترنيمة الجميلة. 90456 تغريدات على آت شباب راديو عمان، على تويتر صفحة إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مقلب طلع حبك، مقلب طلع حبك، شرفتني المقلب ضمك تهواني، ضمك تهواني وتاري علي تلعب. مقلب طلع حبك، مقلب طلع حبك، شرفتني المقلب ضمك تهواني، ضمك تهواني وتاري علي تلعب. تابعون عدنان الميماني في مساكم أحلى. شكرا على غدرك، شكرا على غدرك، فوقتني تسلم، ما بي أنا عذرك، ما بي أنا عذرك، حبك علي يحرم. شكرا على غدرك، شكرا على
حياكم الله من جديد مستمعينا، عودة لكم وعودة للمغردين، ومرحبا أيضا بالهاشتاج اللي وصلنا من مستمعينا على صفحة الانستغرام، والصور أيضا المسائية الرائعة لمحبين التصوير الضوئي. مرحبا بكم يا شباب، حياكم الله، منورين صفحتنا اليوم، وإن شاء الله تكونوا متابعين دائما لهاشتاج مساكم أحلى. طبعا الهاشتاج هو التاج، بعد ذلك مساكم أندرسكور اللي هو الأندرسكور أحلى، من خلال متابعتكم سواء لتويتر أو الانستغرام. اللي حاب يتواصل معنا لأول مرة بعطيكم أيضا السبيلينج الصحيح لصفحتنا على تويتر @shabab شباب راديو radio أومان OMAN، هذه صفحتنا على تويتر. سعيدين جدا بتواصلكم، أو أنكم تبحثوا على تويتر تكتبوا إذاعة الشباب ويطلع لكم شعار إذاعة سلطنة عمان إذاعة الشباب، وممكن تتواصلوا معنا على تويتر على @شباب راديو عمان. والأقرب أيضا كنت تتواصلوا على هاشتاج مساكم أحلى اللي هو التاج مساكم أندرسكور أحلى، من خلال متابعتكم لنا مستمعينا الأحبة. عندنا مكالمات وعندنا أيضا مجموعة من التغريدات، عندنا أيضا مجموعة من الفقرات المسائية للجميع. أنا صالحة، مرحبا بك يا أختي صالحة، شكرا على تواصلك معانا. يا ريت بس في البعض منكم يكتب لي يعني بعد كل تغريدة الاسم والقبيلة، يعني ما يحط لي النيك نيم الخاص فيه في تويتر، على أساس أني أقدر أبعث السلام والتحية لكم. نحن ننتقل لفقرتنا القادمة، فقرة أخبار وأحداث، ونتواصل معكم مستمعينا في مساكم أحلى. أخبار وأحداث، أخبار أخبار وأحداث. تم اليوم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية توقيع على مذكرة تفاهم بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتصل بالمجالات التي تخدم عمل المؤسستين، وتبادل الخبرات وإقامة الأنشطة المشتركة كالتدريب والترميم والمعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة. وقد وقع الاتفاقية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، فيما وقعها على الجانب الإيراني سعادة سيد رضا صالحي أميري رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الإيرانية. هناك أيضا مجموعة من الفقرات أيضا اللي تتجدد معاكم مستمعينا من خلال الأخبار والأحداث المنوعة المسائية. سنتوقف أيضا مع هذا الفاصل، وسنتوقف أيضا مع الفترة الدينية لصلاة المغرب، لنعود بإذن الله لمحطاتنا المنوعة في مساكم أحلى، وبانتظار الكثير من التغريدات والأفكار الرائعة على @شباب راديو أمان، ونتمنى أنكم تشاركونا أيضا بأفكاركم من خلال متابعتكم لصفحة تويتر أو الانستغرام الخاصة بإذاعة الشباب. أجبناه جمعا وما استعظما،
في اللحظات المباركة حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط يؤذن لصلاة المغرب، يرفع الأذان طالب بن ناصر القنوبي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. أذن لصلاة المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط على باقي محافظات السلطنة مراعاة فروق التوقيت. على العالم طال بنوره حل الأمل فجر على العالم طال بنوره حل الأمل هو سيد الكون العظيم يمشي صراط مستقيم هو سيد الكون العظيم يمشي صراط مستقيم يمشي صراط مستقيم يمشي
الصراط المستقيم. متربع وانا يا سيدي انت هنا في القلب متربع وانا انا عاشقك الى الابد يشهد لكم ربي الصمد انا عاشقك الى الابد يشهد لكم ربي الصمد يشهد لكم ربي الصمد يشهد لكم رب الصمد. في الجهاد وارسل رسالة في البلاد ضحى وكافح في الجهاد وارسل رسالة في البلاد وتوحدوا هالمسلمين ولربهم هم حامدين وتوحدوا هالمسلمين لربهم هم حامدين وليرا بهم هم حامدين وليرا بهم هم حامدين. حب مستهام صلوا على خير الأنام في نبض حب مستهام صلوا وزيدوا في السلام هو شافع يوم الزحام صلوا وزيدوا في السلام هو شافع يوم الزحام هو شافع يوم الزحام هو شافع يوم الزحام. طه الحبيب عمر لا تغيب صلوا وزيدوا في السلام وشافع يوم الزحام. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساكم أحلى ومعنا يحلى على الشباب FM يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب FM أحلى مسا يجمعنا
أجواء هذا المساء. الأجواء هذا المساء الجو صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على محافظات البريمي، الظاهرة والوسطى، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم والمناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. توقعات الرياح تهب على معظم محافظات السلطنة، رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار، تتحول لتكون خفيفة متغيرة الاتجاه خلال الليل، بينما تهب رياح شمالية شرقية معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب. حالة البحر متوسط الموج على السواحل المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له مترا ونصف المتر، وهادئ الموج على بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترا وربع المتر. الرؤية الأفقية جيدة على معظم محافظات السلطنة، تتحول إلى ضعيفة أثناء تشكل الضباب. بالنسبة لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية، في مسقط درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية، والرطوبة النسبية ما بين 40 إلى 70%. في صلالة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20 درجة مئوية، والرطوبة النسبية ما بين 35 إلى 60%. هذا والله أعلم. بإمكانكم متابعة التفاصيل في موقع المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية. قبل ما اعوفكم يا اهلي كاني اشوف
تابعون عدنان الميماني في مساكم أحلى. أنتم تتابعون مساكم أحلى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله مستمعينا من جديد، ومرحبا بكم ومرحبا بكل متابعينا في الوقت القادم من وقت البرنامج. مستمرين معاكم مع فريق عمل مساكم أحلى، في الإخراج زميلة مريم العجيلية تبعث لكم السلام والتحية، إعدادا وتقديما محدثكم عدنان الميمني، المتابعة والتنسيق لزميلنا سيف الهلالي. مستمرين مع فقرات البرنامج، ونتوقف مع فقرتنا القادمة، فقرة أرقام والغاز والغاز ونجوم فنانين. شو تقول الفلاشة وأغاني؟ إنزين نسمع الفلاشة. أرحم أغاني والغاز وفناني. هذه الفقرة الغنائية اللي نختار فيها مجموعة من الأغنيات الخليجية، نكشف مجموعة من الأغنيات اللي سمعتوها، ذكرتوها، تابعتوها أيضا في كثير من القنوات الفضائية. اليوم بنكشف أغنية كانت قريبة الأغنية منكم ومن إحساسكم، وتابعتوا العمل بشكل كبير جدا، عمل درامي جميل، الفنان غنى في هذا العمل. يعني الحين بوصل لكم المعلومة. طيب، الفنان غنى في هذا العمل، كانت أول تجربة أيضا لهذا الفنان أن يقدم أيضا أغنية لمقدمة عمل درامي على مستوى الخليج. كانت تجربة ناجحة، كلمات الأغنية أيضا كانت جميلة، لها صيت، لها معاني كثيرة. إيش الأغنية اللي نسأل عنها؟ نسمع المقطع، إن شاء الله بتعرفوا الإجابة بعد ما نسمع المقطع وتعرفوا إيش عنوان الأغنية، وأنا متأكد اللي تابع هذا العمل الدرامي بيعرف الأغنية. نسمع مع بعض. Okay.
اليوم جربت لكم الإحساس ماريا وجربت لكم كلمات الأغنية يعني قريبة منكم الآن. اللي يعرف عنوان الأغنية أكيد يسعدنا تواصلكم مستمعينا. قبل أن ننتقل إلى الفقرة القادمة أيضا فقرة ضيف البرنامج رح نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال فقراتنا القادمة إلى تمام السابعة. أنا بانتظاركم على أرقام إذاعة الشباب 7 خطوط بانتظار المستمعين اللي متابعينا مستمعين إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رقمنا 24 سجلوا رقمها 24 6 9 8 1 5 1. أعيد من جديد حاضر رفع عليكم بعيد الرقم 24 6 9 8 1 5 1. الرقم الدولي على 00 9 6 8 2 4 6 9 8 2 1 8. من جديد الرقم الدولي 00 9 6 8 2 4 6 9 8 2 1 8. 7 خطوط بانتظاركم على 24 6 9 8 1 5 1. شكرا لأحمد، مرحبا بك يا أحمد وشكرا على الصورة. معانا زحمة خطوط ومكالمات كثيرة، يعني زين عيل بعيد الرقم كل مرة مرة مرتين ثلاث مرات عشان تتصلوا فينا وتسمعونا أصواتكم. أحمد مرحبا. مرحبا عدنان، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف الحال يا أحمد؟ الله يسلمك إن شاء الله. يا مرحبا، وش أخبار؟ الحمد لله بخير، أخبارك أنت يا أحمد؟ الله يسلمك إن شاء الله. ليه زعلان أحمد؟ والله زعلان طالع من دوام. يعطيك ربي الصحة والعافية. حياك يا أحمد، وين مشوارك؟ والله مشواري للموالح. الموالح يلا. الخوير للموالح. ما باقي لك إلا 20 دقيقة وتوصل البيت، إيش عليك يا أحمد؟ أمورك طيبة. إيش الزحمة عدنان أخوي الزحمة. توصل بالسلامة يا أحمد. الله يسلمك، مسلين أنت وفي الخط. الله يسلمك، عرفت الأغنية ولا لا؟ لا تقول لي لا. والله الأغنية كل يوم كل يوم كل يوم تقول اليوم كذا. كمل كمل أبا أسمعها منك أنا. مشكلة صوت يعني. جرب جرب أحمد جرب عادي. يا ما أنا جربت وغنيت والأمور طيبة. تبى إحساس؟ عشان خاطرك عشان خاطرك. إنزين تبى إحساس أنت شكلك. أعطي مريم إحساس. وهذا الإحساس عطتك يا مريم. قول. قول يا أحمد. كل يوم نقول اليوم تتبدل الإحساس. بس يعني يا قلبي يا محروم. ها بس عدنان ما اقدر. احمد مرحبا بك. بالفعل هو العمل الدرامي اللي تابعناه بعنوان كل يوم، طبعا الاغنيه للفنان عبد المجيد عبد الله. هذه الاغنيه حققت نجاح كبير يعني، وارتسخت ايضا في اذهان كثير من الجمهور. بعد ذلك شفنا كثير من الاعمال الدراميه اللي يعني بالفعل غنوا فيها كثير من الفنانين، لكن كل يوم وجرح الزمن اذا تتذكر ايضا لرباب. يا زمن، تذكر هالأغنية؟ بعد ذلك يا زمن، نعم، من بطولة حياة الفهد. هذا العمل حقق نجاح كبير للفنان عبد العزيز جاسم. الأغنية كانت قريبة من المستمعين، لها احساس، ومشاهد العمل ايضا كان قريب من كل أسرة تابعت هذا العمل الدرامي. بنتابع الأغنية ونسمعها ونستمتع ونرجع شوي للذكريات. عدنان ممكن أهديها هذه الأغنية؟ اتفضل. أهديها لأخوي العزيز الغالي عليه عمار العجمي. إن شاء الله يسمعك عمار العجمي، تحياتنا لك وتحياتنا لعمار العجمي. الله يحفظك يا أحمد، شكرا جزيلا. الله يخليك. تتابعون عدنان الميمني في مساكم أحلى. I'm
الانتظار يطول الانتظار ومهما حصل مهما حصل ما تنطفي شمعة أمل شمعة أمل مساكم أحلى ضيف مساكم أحلى تشارك كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة الماضية من 26 إلى 30 من شهر ديسمبر الحالي اليوم في أعمال المؤتمر العلمي التاسع لطلبة الطب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفها جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين وتشارك الجامعة ب 110 طالب وطالبة برئاسة مساعد عميد كلية الطب والعلوم الصحية للدراسات الجامعية الأولى. هناك تفاصيل كثيرة جدا حول هذه المشاركة. معنا الدكتور فهد بن محمود الزجالي، سعيد جدا تواصلك معنا عبر أثير إذاعة الشباب. دكتور فهد ومرحبا بك معنا ومرحبا بك مع كل مستمعينا. مرحبا بك أخوي عدنان، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. الله يسلمك، تفضل أخوي عدنان. إذا نتكلم عن مشاركة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة الماضية إلى اليوم في شهر ديسمبر لهذا العام في أعمال المؤتمر العلمي التاسع لطلبة الطب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أيوة الحمد لله. والله الكلية شاركت بعدد حوالي 110 طالب وطالبة وفي أعمال المؤتمر، هي كان بعد نفس الشيء في ركن للمعرض تعريفي عن كلية الطب وبرامج برنامجها الأكاديمي، حيث أن الكلية فازت بالاعتماد الدولي في التعليم الطبي، ونفس الشيء فازت بجائزة الشيخ حمدان بن راشد بأفضل كلية طب في الوطن العربي للسنة الماضية. فتم يعني في نقاش يعني كثير عن البحوث الطلابية، يعني الطلبة يعني عندهم أبحاث طلابية وكان فيه منافسة، والحمد لله اليوم جانا الخبر أن الكلية فازت بأفضل يعني بمركز الأول في بحثين يعني للطالب أسعد الحبسي والطالبة لطيفة المطابعة. جميل. إذا نتكلم كيف استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين مشاركتكم كطلاب من خلال تواصلكم أيضا مع أعمال المؤتمر التاسع لطلبة الطب من دول مجلس التعاون لدول الخليج؟ والله هو بدأ التنظيم من شهر 9 وكان في يعني إعلان عن البحوث، فقام الطلبة بتقديم البحوث وتم الموافقة على كثير على أبحاث معينة للعرض الشفوي والعرض الكتابي اللي كان مجرد شكل بوسترات، فقدموا الطلبة عنا اثنين والحمد لله فازوا، وعندنا بعد نفس الشيء البوسترات، وفي طلبة قدموا أبحاثهم وتم فيها يعني مناقشة الأبحاث وتطوير مهارات الطلبة في تقديم البحوث في لجنة تقيمها من دكاترة عالميين، وكان الحمد لله وتوفقنا بالمؤتمر. إيش هي أهم البحوث الطلابية اللي قدمتوها من خلال المؤتمر لو نتحدث عنها دكتور فهد؟ ايوه، كان في الابحاث اللي فازت كانت بحث عن سرطان البويضه، عن انواع السرطان والحميده والخبيثه، وكان تم مناقشه مدى انتشارها في السلطنه وكيفيه يعني تشخيصها، وكانت هذه كانت بحث للطالبه لطيفه، وكان الطالب اسعد يعني عرض بحث عن البيتا ثلاثيميا المرض الثلاثيميا وكيفيه هي كواليتي من لايف هي نوعيه الحياه عند الاطفال خاصه في المدارس، وهذا كان تقييمهم من ناحيه من الاباء ونفس الشيء من المرضى الاطفال. جميل. وتم مناقشته وكان في نقاش كثير عن الموضوع، والحمد لله الطالب أدى يعني بطريقة جميلة وفاز بالمركز الأول. نعم. أيضا يعني من خلال البحوث الطلابية هناك أيضا كثير من المواضيع الاجتماعية، يعني مثل ما ذكرت التلاسيميا بيتا وأيضا مجموعة الأمراض أمراض الدم الوراثية. إذا نتحدث أيضا من خلال الركن التعريفي اللي ممكن يهم المجتمع من خلال أيضا المعرفة الطبية، وأيضا آخر البحوث والدراسات الطبية لهذه الأمراض الوراثية اللي قد تكون قريبة أيضا من أذهان الشباب المقبلين على الزواج وأيضا الفحص المبكر ما قبل الزواج. أيوة.
اي والله ركز تعريفي كان اكثر شيء ركز على البرنامج الاكاديمي في الكليه وتعريف البرامج الماجستير والدكتوراه اللي يتم طرحها في الكليه، وكان في نقاش كثير ان الكليه فازت بالجائزه الشيخ حمدان كافضل كليه، وكان كثير من الزوار يسالون عن البرنامج الاكاديمي وكيف يتم تقييم الطلبه، وكانت هذا هو بالنسبه للركن. اما بالنسبه للابحاث كان فيها مثل ما ذكرت يعني فيها اشياء كثيره، وكان نفس الشيء عن كان في ابحاث عن نقل الاعضاء ودورها والتقبل المجتمع من ناحيه التبرع بالاعضاء بعد الوفاه وهذا، فكان وهذه من ضمن المواضيع، وكان في مواضيع عن السكري وذلك بنسبه انتشار مرض السكري في دول الخليج، فكان في ابحاث كثيره يعني من الطلبه في نواحي متعدده، يعني من نواحي العلاجيه للسكر وناحيه المدى يعني الانشطه اللي ممكن يعملها الشخص عشان الوقايه من مرض السكر وهذا الموضوع. جميل. إذا نتكلم عن أيضا توثيق العلاقات بين طلبة كليات الطب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبناء جسر من التواصل بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في سائر التخصصات الطبية من خلال هذا المؤتمر، لو نتحدث أيضا حول هذا التوثيق من خلال أيضا الأفكار وأوراق العمل ومن خلال مشاركتكم وتواجدكم كطلاب، يعني 110 طالب وطالبة برئاسة طبعا مساعد عميد كلية الطب والعلوم الصحية. أي والله كان من ضمن يعني مع الأنشطة العلمية كان في أنشطة اجتماعية حيث كان تم فيه اجتماع الطلبة، يعني في نوع من الورشات العمل اللي قاموا فيها الطلبة، وكان في نقاش مع الطلبة، وكان الطلبة يتخالطون مع الطلبة اللي من دول الخليج ناحية يعني يناقشون فيها أمور الدراسة وكيفية المجال الطبي ما بعد التخرج، يعني كان الأمور اللي تم ناقشها وكيفية التعاون في الأنشطة الطلابية، يعني الطلبة بالطب يقومون بالأنشطة، يعني كان ذكر لك بجامعة الكويت كان طلبة يعملون يعني أنشطة خارج الكويت يروحون إلى دول فقيرة يقوموا بالمساعدات في بلدان اللي يكون فيها يعني الرعاية الصحية تكون قوية، فيكون يروحون كدفعات عشان يقدموا نوع من الأنشطة الطلابية، وكان تم النقاش مع الطلبة وكان في تفاعل كثير، وكان في برامج يعني اللي هي الأنشطة اللي هي ما بعد المؤتمر كان الطلبة يجتمعون في السكن الطلابي ويقومون بأنشطة معينة، وتم التعارف مع بعض لأن هذا المؤتمر الطلبة يكون كل سنتين على كل بلد، فكانت السلطنة مستضيفة هذا المؤتمر قبل سنتين الحين كان دور دولة الإمارات. جميل. إن شاء الله السنة الثانية بيكون يعني دولة الكويت يعني دولة البحرين. كل التوفيق لكم وموفقين إن شاء الله من خلال رسالتكم الطبية أخوي فهد، وسعيد جدا بتواصلك معنا، وتحية أيضا لكل طلابنا بجامعة السلطان قابوس تخصص الطب، نتمنى لهم التوفيق. دكتور فهد بن محمود الزجالي شكرا على تواصلك معنا ومع المستمعين حول مشاركة السلطنة وكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس خلال الفترة من 26 إلى 30 من شهر ديسمبر الحالي في أعمال المؤتمر العلمي التاسع لطلبة الطب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شكرا جزيلا. شكرا أخوانا. كل التوفيق لكم.
عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حياكم الله مستمعينا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة الشباب. سعيد جدا بتواصلكم مستمعينا ومرحبا بكل من يتابعنا. إذا كنتوا أصحاب أيضا هوايات وأنشطة وفعاليات نقول مرحبا بالمتابعين والمستمعين لمحطاتنا المسائية إلى تمام السابعة. معاكم يا شباب في فقراتنا المنوعة. بنروح شوي لفقرة هواء إذا ممكن مريم، وبناخذ أيضا مازن الشكيري اللي حاب يشارك معنا في أرقام وأغاني، لكن أنا بكلم مازن عن القصيدة أيضا اللي كتبها، آخر القصايد الوطنية، ونتمنى نسمع منه شيء وطني أيضا اليوم من خلال متابعته لمحطاتنا المسائية. نروح إلى فقرة هواء، بعد ذلك نرجع إلى أغنية الفنان اللي نسأل عنه في أرقام وأغاني والغاز وفنانين. مستعدة؟ تقول لي لحظة. اللي حاب يشاركنا في فقرة هواء ويخبرنا عن نشاطه وهواياته أكيد سعيدين جدا بتواصلكم. ممكن ترسلونا هواء والاسم والقبيلة على 90456. نتواصل معاكم يا شباب ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة الشباب. مساء الخير، تحية خاصة مني أنا زمزم المنجي. حبيت أحيي حبيبة قلبي أنسام الجعفري، وإن شاء الله توصل التحية ونسمعك ليسا ما يمنع. علي جعفري مرحبا بك، مساء الخير ومرحبا فيك يا أخوي علي، وشكرا على الإطراء الطيب، وتحية أيضا لصاحب الرقم 2471. شكرا على برنامجكم الرائع وكل القائمين على هذا البرنامج اللي بالفعل يحمل رسالة جميلة. شكرا، وشكرا على أيضا السطور الرائعة يا أخوي، الله يحفظك، ويا أختي العزيزة اللي ما ذكرتونا الاسم بعد هذا الإطراء الطيب اللي خلينا نستمر أيضا بتقديم ما هو جديد لكم في مساكم أحلى. هو مازن الشكيلي، مرحبا يا مازن. السلام عليكم عدنان. عليكم السلام ورحمة الله. حياك بالحال. قالت لي إنك بتشاركنا في فقرة أرقام وأغاني، قلت لها لا بسمع منك قصيدة وبخليه في فقرة هو مازن. بامان نقضتني اليوم لأن ما في حظ إلا فقرة أرقام وأغاني وأنا ما أعرف. لكن زين عيل إنك دخلت معانا في فقرة هو. يا مرحبا بك يا مازن. حياك يا عدنان، كيف أموركم؟ كيف الحمد لله بخير، الله يسلمك وعافيك. حياك الله مازن. أخبار الحمد لله. حياك الله يسلمك مازن. يعني في عام 2014 ونحن خلاص مقبلين على انتهاء هذا العام بالأفكار والسطور من خلال المذكرات الخاصة لكل شخص، من خلال أيضا ترانيمة أو القصايد الشعرية الخاصة أيضا بشبابنا. البعض ممكن يحتفظ بمذكرة خاصة، يكتب جدولة، يكتب اللي يدور في باله من خلال مذكرة معينة خاصة فيه. أنت عندك هذه المذكرة ولا لا؟ والله أنا عندي أرشيف، كذا أرشيف. أرشيف ها؟ تغريدات، قصائد، أي شيء أكتبه يعني في نشاطه في مجالي، في عندي في الأرشيف في كتيب معين. نحن في فقرة هو بناخذك وبنسمع القصيدة اللي كتبتها في حب الوطن، وهي ختاما طبعا لعام 2014 وتزامنا مع احتفالات السلطنة. والله يديم علينا هذه الاحتفالات إن شاء الله من خلال عطاءاتنا، من خلال أيضا التعبير بالقصائد الوطنية المستمرة في حب عمان. أبا أسمع هذه القصيدة اليوم إن شاء الله في فقرة هو ونتواصل معك. الوطن قصائد أو أي شيء، الوطن أغلى من كل شيء طبعا. نعم صحيح، نسمع منك مازن.
طبعا القصيدة بعنوان ضجيج. أقول ضجيج الناس، ضجيج الناس وترني شبه أنا شبه محبوس، وأنا ماني معي خبرة في تفسير ربشتهم، تحريت الوضع والناس تتكلم باسم قابوس، ألين إني بكت عيني مزون بين هذرتهم، وأنا جالس كذا واقف وفيني نظرة الميؤوس، أطالع فيهم أتأمل ومتعجب بصرختهم، مثل طفل فقد نفسه وصد زحمة وجلسة، مثل طفل فقد نفسه وصد زحمة وجلس ميؤوس، يطالع في وجوه الناس قالمتين رجعتهم، وفجأة تخطفه إيد الحنان وشكلت له قوس، وصوت هز وجدانه مع أركانه يكلمهم، نعم قابوس ابن سعيد بن تيمور شهب ناموس، وصل فيه مرحلة حبه شعب وافي يطمنهم، وفجأة تخطفه إيد الحنان وشكلت له قوس، وصوت هز وجدانه مع أركانه يطمنهم، نعم قابوس ابن سعيد بن تيمور شهم ناموس، وصل في مرحلة حبه شعب وافي يطمنهم، ولاقينا نتكلم ولاقينا نتكلم عن يمين اللي تسر نفوس، وصوت من فلسطين العرب يشهد مكارمهم، ولما ولعت شبه الجزيرة للخطر ناقوس، تكلم واعطى أفكاره وبفكاره يجمعهم، وسوى من براكين الحرب اللي نخرها السوس رماد وهدنة كبرى من أقصاهم لمغربهم، نعم قابوس ابن سعيد بن تيمور شهم ناموس، وصل في مرحلة حبه شعب وافي يطمنهم، وصل في مرحلة حبه شعب وافي يطمنهم. الله عليك، مسائك وطن يا مازن الشكيلي، ومرحبا بك معانا، وشكرا انك شاركتنا في فقرة هوا، وشكرا على هذه القصيدة، وننتظر منك الجديد، وننتظر النثر وايضا الترانيم الشعرية من خلال متابعتك لمحطاتنا المسائية لمساكم احلى. تسلم الله يخليك يا عدنان، واشكركم جزيل الشكر على تواصلكم الدائم معي، واشكر كل متابعين اذاعة الشباب ومتابعين مساكم احلى، وفي مفاجأة محضر مفاجأة ان شاء الله للسنة الجديدة. ان شاء الله نحن بانتظارك يا مازن، ومرحبا بك انت وكل مستمعينا في فقرة هوا، شكرا جزيلا. مع السلامة يا عدنان. أحسن. عشق وافي من أزمة، العشق من دون وجهك خطية يا عمى، العشق من دون وجهك خطيه.
مساكم وطن، مساكم عطاء لعمان الغالي، الله يحفظكم في دروبكم ومشاويركم. مستمعينا من مختلف محافظات وولايات السلطنة، نرحب بكل من انضم لمتابعة أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان في محطاتنا المسائية عبر أثير إذاعة الشباب. مساكم أحلى، مستمرين إلى تمام السابعة بإذن الله. مريم العجيلي في الإخراج، إعدادا وتقديما عدنان الميمني، المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي. وفقرتنا القادمة فقرة أرقام وأغاني، الاستعراض الثاني رايح يكون لأغنية أيضا خليجية لفنان شاب استضفناه في استوديو إذاعة الشباب، من خلال أيضا ألبوماته، من خلال تواجده، من خلال أيضا البرامج الفنية السابقة عبر أثير إذاعة الشباب. كانت له زيارة الفنان لنسأل عنه مع زميلتنا ندى البلوشية في برنامج استوديو الأغاني اللي تم بثه في الفترة الماضية في عام تقريبا 2012-2013. الفنان اللي نسأل عنه له ألبومات يعني تواجد بشكل كبير أيضا في الساحة الغنائية ونافس كثير من الفنانين. بنسمع المقطع وبنذكركم بهذا المقطع وهذا الفنان اللي كانت له زيارة في استوديو إذاعة الشباب، من الفنان اللي نسأل عنه وإيش عنوان الأغنية. هذه الأغنية ونحن بنتظار أصواتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. علي من الإمارات، مرحبا بك يا علي. أهلين أخوي عدنان. مرحبا الساعة، يا مرحبا، كيفك؟ الحمد لله بخير. مو مسوي؟ الأمور طيبة الحمد لله، كيف صحتك يا علي؟ الحمد لله، جوارك بخير؟ الحمد لله أمورنا طيبة، دامك بخير يا أخوي. الله يحفظكم إن شاء الله ويجعلكم الصحة والعافية وطول العمر جميعا إن شاء الله، شعب العماني إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. علي متابع أيضا لمحطاتنا وفقراتنا من خلال طبعا الفقرات المسائية اللي تتجدد مع المستمعين، وينك غايب عنا الفترة الماضية؟ حبيبي أنا ما حصل الخط أوقات، وأوقات أكون مشغول، يعني مشكلة يوم أكون فاضي ما حصل الخط صراحة. يعني ما شاء الله اليوم الحين بمتى أنا أضرب من ابتديته. يلا زين زين، لقيت معاك الخط. كان عندكم ما شاء الله مال الجامعة تخلص وحاول يعني ما شاء الله الطلاب المتفوقين. تحياتنا لكل متابعينا أيضا في إمارة الشارقة، هناك كانت مشاركة سابقة أيضا من الأخت ما أتذكر اسمها، ما يحضرني الاسم حاليا، إن شاء الله تكون بصحة وسلامة. وكل إخواننا اللي تابعونا في الإمارات نتمنى لهم إن شاء الله مساء سعيد بإذن الله. علي عرفت الأغنية؟ أنا أول شيء أمسي عليكم بالخير جميعا إن شاء الله، ويحفظ إن شاء الله عمان وقائدها المعظم سيدي وأبوي إن شاء الله طابور سعيد، الله يحفظه يا رب يرجع سالم غانم. آمين يا رب العالمين. ويحفظ الشعب العماني الشقيق الحبيب، ويجعله إن شاء الله أيام سعادة وفرح وورود إن شاء الله في الحياة بإذن الله. بإذن الله جميعا يا رب العالمين. يا أخوي علي تحياتنا لك. نعم. وشكرا على دعائك الصادق يا أخوي. الله يخليكم يا رب العالمين إن شاء الله. يقول كل الأعمال بالنيات، أهم شيء الواحد النية، هذه أهم شيء في الدنيا. يا مرحبا بك يا علي. الله يحفظك. والحين بنبدأ بنسأل علي. ويحفظكم ويخليكم. الله يسلمك. يلا بسألك عن الأغنية. أخوي عزيزي أنت حبيبي. الله يسلمك، بسألك عن الأغنية اللي نسأل عنها. كلكم المذيعين والمخرجين كلكم كلكم كلكم. تسلم تسلم يا علي، كلك ذوق. إيه والله كلكم. كلك ذوق يا أخوي. الله يخليك حبيبي. عرفت الأغنية ولا سمعك المقطع من جديد؟ يا ريت تسمعني شوية. يعني عادي إذا ما جاوبت يا علي بخليك تغني. يلا نسمع المقطع. يلا جرب حظك. فنان قطري عشان أجرب لك بس الإجابة، فنان قطري وشاب. قطري وشاب. قطري وشاب؟ كلنا الحمد لله شباب. الحمد لله كلنا شباب. ها؟ منو؟ شي الناس تقول عايشة عندي. من؟ منو؟ قطري؟ ما تعرفينه؟
أنا ما سمعت المقطع لأني خليت عايشة حطيت السماعة عند عايشة تسمع المقطع. عرفت إنزين عايشة المقطع ولا لا؟ تقول هذا يعني هي تفكر بس يخوض عن خيالها ما بعرف ما بقدر تمسك الأخير. الله يحفظكم إن شاء الله تستمتعوا بنكشف الأغنية إن شاء الله مع المتصل القادم يا أخوي علي. إن شاء الله تشرفنا بسماع صوتك. أنا أهم شيء إني سمعت أصواتكم بس. ونحن طمننا عليك وطمننا على عايشة وأهلنا في الإمارات. شكرا على تواصلك معنا. حبيبي بحفظ الله مع السلامة. الله يسلمك. شيء مكالمة ما أدري عاد بنعرف الإجابة ولا لا. 2-4-6-9-8-1-5-1 زحمة ها على الخطوط اليوم. زين الأمور طيبة. مرحبا. نرحب أيضا بالإخوان اللي سألوني عن أغنية كل يوم لعبد المجيد عبد الله. الأغنية بعنوان كل يوم لعبد المجيد عبد الله من مسلسل يوم آخر للفنان عبد العزيز جاسم. من معنا حمود. مرحبا يا حمود. انا عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ الله يسلمك يا مرحبا يا حمود. في النهايه الكره في العارضه. شوف في العارضه الكره في العارضه الكره في العارضه ما هدفت اليوم. ما في هدف يا حمود. تمام حاجه بتسمع صوتك يا حاجه. الله يسلمك عزيز وغالي يا حمود. يا مرحبا بك وانا بهديك كل الاغنيه ان شاء الله بعد ما يجابوا المستمعين كل هالاغنيه بتسمعها إذا جاوبوا الإجابة الصحيحة. شكرا لك يا حمود. معنا مكالمة 2-4-6-9-8-1-5-1. رسالة للشاعر مازن. تحياتي لك ومرحبا أيضا لخالد. شكرا. أيضا أحب أبعث السلام والتحية لمجرد إحساس. يا مرحبا بالمتابعة يوسف. قبل أن تحكم على اختياراتي افهم أسبابي وقبل أن تحكم على أسبابي افهم حياتي. يوسف المحرزي شكرا على هذه السطور. محمود الهلالي مرحبا بك. مرحبا. ممكن أسأل عن الأغنية اللي عرضتوها في فقرة أرقام وأغاني؟ الأغنية بعنوان يوم آخر لعبد المجيد عبد الله للعمل الدرامي كل يوم لعبد العزيز جاسم. وليد المعمري مرحبا بك. شكرا ايضا لاحمد. شكرا على الصوره. يقول هاي الصوره في الدوام. تحياتي لكم. يلا نعيش معاك الاجواء الطيبه. داود يا مرحبا فيك يا داود. يقول مساء الخير احبابي الكرام ولكم مني تحيه من اعماق القلب. تحياتي لك. شكرا على تواصلك معنا. صالحه مرحبا بك. شكرا على التغريده منوره يا اختي صالحه. ومعنا بلقيس. مرحبا يا بلقيس. أهلين. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك؟ الحمد لله. سعيد جدا بسمع صوتك يا بلقيس. انا سعيد بسمعكم انتم بعد. ليش تاخرتي علينا اليوم ومن فتره ما سمعنا صوتك يا بلقيس؟ بس تشاركينا على بعض الاغاني. ايش السالفه؟ موجود. لا مشغوله شويه. مشغوله ولا زحمه الخطوط؟ زحمه الخطوط احيانا كل مشغوله كذا يعني. عرفت زين الاغنيه ولا نعيد لك المقطع؟ ممكن شوي المقطع. حاضر نعيد المقطع. مريم تفضلي عيدي لهم المقطع. هاي بلقيس. أغنية فهد الكبيسي ما يخذك إلا الموت كذا. صح صح صح. فهد الكبيسي بعنوان ما ياخذك الا الموت، لكن العنوان الاصح هو الا الموت. هذا هو العنوان الصحيح لفهد الكبيسي. كيف هالاغنيه سمعتيها وحققت نجاح هي في فتره من الفترات؟ ايوه احبها نفسي الاغنيه. بتغني لنا شوي بصوتك يا بلقيس؟ لا صوتي واحد. ولا تبي تسمعيها بصوت فهد؟ عادي نسمع بصوته هو اكيد. نحن نهديك هذه الاغنيه يا بلقيس. شكرا على تواصلك معنا. تمام. ومسائك سعيد. شكرا توصلي بالسلامه. الله يسلمك. الموت وغيره ما يفرقنا معك العمر كله يا عسى يومي قبل يوم وعد ما غيب عن عينك ما غيب وعد ما رخص فحبتنا حبيبي ساعة الفرقة أبيها آخر همومك
ياخذني إلا الموت إلا الموت وغيره ما يفرقنا معك العمر كله يا عسى يومي قبل يومك وعد ما غيب عن عينك ما غيب وعد ما رخص محبتنا حبيبي ساعة الفرقة أبيها آخر هموم أنت الغلا يا كبرى بقلبي غلاك أنت الهوى ما تسوى هالدنيا بلا أنت الوفا عيشني بالدنيا معاك حبيبي أفقد الراحة أنا مقدر على بعدك بعدك تطمن يا الغلا وارتاح أنا صغر هم في بعدك يحقق فيني يا رضاحة وتدري راحتي قربك قربك وفي قلبك أنا مرتاح أنا لو أفقدك لحظة حبيبي أفقد الروحة أنت الغلا يا كبرى بقلبي غلا أنت الهوى ما تسوى هالدنيا بلاك أنت الوفا عيشني بالدنيا معاك تابعون مساكم أحلى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان أمان الله على قلبك قلبك وحبك بالحفظ والصون حبيبي ما أبي تشغل بطار البعد تفكيرك أحبك أحبك وكل شيء الغلا وهبتك قلبي ما يبغي سواك ولا عشق غيرك أمان الله على قلبك على قلبك وحبك بالحفظ والصون حبيبي ما أبي تشغل بطار البعد تفكيرك أبيك وكل أحبك أحبك وكل شيء الغلاك يهون وهبتك قلبي ما يبغي سواك ولا عشق غيرك انت الغلا يا كبره بقلبي غلاك انت الهوى ما تسوى هالدنيا بلا انت الوفا عيشني بالدنيا معاك
مساكم احلى ومعنا يحلى على الشباب اف ام، يسعد مساكم وهذا هواكم على الشباب اف ام، احلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا اخبار وفن معنا ومن كل جديد احلى، احلى مساء يجمعنا خليك معنا اسمعنا اخبار وفن معنا ومن كل جديد احلى، مساكم احلى 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 اخبار واحداث أخبار وأحداث. ختام بطولة شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى تحت رعاية المفتش العام للشرطة والجمارك. هناك تفاصيل كثيرة مع المقدم خليفة بن حامد الفرعي عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي. مساء الخير المقدم خليفة، وسعيد جدا بتواصلك معنا عبر أثير إذاعة الشباب في برنامجنا برنامج مساكم أحلى وفي فقرة أخبار وأحداث. مساء النور لقد الله يسلمك المقدم خليفه. لو ناخ عدنان يا اهلا وسهلا وشكرا لتواصلكم مع مهرجان شرطه عمان السلطانيه لألعاب القوى. الله يسلمك وعافيك، سعيدين جدا ان نتعرف على تفاصيل ايضا ختام بطوله شرطه عمان السلطانيه لألعاب القوى. يا اهلا وسهلا، مهرجان الشرطه الرياضي السنوي يقام مع نهايه كل عام. طبعا هذا المهرجان السنوي 37 لألعاب القوى لعام 2014، ويحظى تحت رعاية معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. يقام مساء هذا اليوم في استاد الشرطة الرياضي بالوطنية. يشارك في هذه المنافسة وفي هذه البطولة تقريبا 1074 مشارك يمثلون من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية. نعم، يمثلون 34 فريقا من مختلف التشكيلات، بالإضافة إلى 20 فريق للفتيات أو للشرطة النسائية. 20 فريق للفتيات المقدم خليفة. 20 فريق للفتيات. نعم نعم. جميل. عدد الفتيات المشاركات 178 متسابقة. طبعا تنوعت مسابقات هذا المهرجان في الوثب الطويل والوثب الثلاثي والقفز العالي ودفع القلة ورمي القرص، بالإضافة إلى شد الحبل ومسابقات المضمار التي تشمل 100 متر و100 و1100 متر أيضا حواجز، بالإضافة إلى 200 متر و400 متر و800 متر و1500 متر و3000 متر موانع و5000 متر موانع أيضا. وقبل هذه المسابقة أقيمت أو أقيم مسابقة للماراثون. للماراثون، لو نتحدث عن بداية الانطلاقة لهذه المسابقة وقبل ختام بطولة أيضا شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى لعام 2014 في ختام أيضا المتسابقين بالمراكز الأولى. طبعا إن شاء الله اليوم بيكون حفظ الجوائز أو نعم. تحديد المراكز. نعم طبعا هذه الفعاليات يقيمها اتحاد الشرطة الرياضي بالإضافة إلى فعاليات أخرى مثل مسابقة الرماية ومسابقة ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والمناشط الأخرى بما فيها السباحة أيضا. وطبعا يشارك اتحاد الشرطة الرياضي بست فرق لتمثيل الشرطة في على مستوى مجلس التعاون وعلى المستوى القضائي أيضا اتحاد الشرطة العربي واتحاد الشرطة الخليجي، وبحمد الله وتوفيق يعني أحرز نتائج متقدمة. اتحاد الشرطة أو القيادة العامة للشرطة يعني تدعم مثل هذه الأنشطة دعم متواصل من القيادة العامة للشرطة. نعم. إيمانا منها يعني بهذا الدور الذي يعني تلعب الرياضة لما فيها من روح معنوية عالية وتحقيق يعني التنافس الشرطي المنتسبي للشرطة وبناء يعني فكر وأجسام رياضية. جميل. لمنتسبي الشرطة. نعم، إذا نتحدث عن البطولة، بطولة شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى، هل هناك مشاركات أيضا خارجية بعد الحصاد للمراكز الأولى بالنسبة لمنتسبين في هذا المهرجان من خلال ألعاب القوى في المجالات المذكورة سابقا المقدم خليفة؟ نعم، اعتاد اتحاد الشرطة الرياضي يعني رفض النتائج الممتازة والنتائج الجيدة. نعم. بعد هذه النتائج يتم تصفية اللاعبين بوجود خبراء ومدربين متخصصين.
يتم إشراكهم فيما بعد لتم شرطة عمان السلطانية مثل ما أسلفت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية. نعم جميل جميل. اليوم طبعا يتخلل هذا الحفل الرائع الجميل اليوم. نعم. إقامة عروض للخيل الخيالة لوحدة شرطة الخيالة وأيضا لوحدة الكلاب بالإضافة إلى عروض موسيقية رائعة. وإن شاء الله نتمنى التوفيق للمتسابقين ولجميع المشاركين في هذا المهرجان بإذن الله. اليوم في ختام البطولة، ما هو البرنامج اللي تم إعداده في بطولة شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى تحت رعاية المفتش العام للشرطة والجمارك المقدم خليفة؟ لو نتحدث عن البرنامج الختامي لبطولة شرطة عمان السلطانية. البرنامج الختامي يشمل مثل ما أسلفت يعني متر 1000 متر 100 متر عفوا 100 نعم. متر عدو رجال وايضا فتيات و1500 متر عدو رجال و400 متر عدو رجال و800 متر عدو رجال بالاضافه الى 100 متر حواجز للفتيات 100 في 400 تتابع رجال. جميل. بالاضافه الى المسابقه الختاميه لشد الحبل ورمي القرص ورمي الرمح والوتب الطويل. كل التوفيق لهم يعني جميعا. إن شاء الله التوفيق للجميع. إن شاء الله. أنا سعيد جدا بتواصلك معنا المقدم خليفة بن حامد الفرعي عضو مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، سعيد جدا بهذه الوقفة معكم ونتمنى التوفيق في ختام بطولة شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى تحت رعاية المفتش العام للشرطة والجمارك. شاكر لك هذا التواصل أخوي عدنان ونتمنى إن شاء الله التوفيق ولكم مرة ثانية يعني كل الثناء والتقدير على هذا التواصل مع مناشط شرطة عمان السلطانية. حياكم الله مستمعينا الأحبة، مستمرين معاكم من خلال فقراتنا المنوعة في مساكم أحلى مع المستمعين، مع الأنشطة والفعاليات، مع ختام أيضا بطولة شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى من خلال فقرة أخبار وأحداث لهذا اليوم. وتواصلنا أيضا مع جامعة سلطان قابوس والمؤتمر طبعا الطبي، نتمنى التوفيق أيضا للدكتور فهد بن محمود الزجالي، وهناك تفاصيل كانت جميلة جدا حول مشاركة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس خلال فترة من 26 إلى 30 شهر ديسمبر الحالي في أعمال المؤتمر العلمي التاسع لطلبة الطب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كل التوفيق لطلابنا، كل التوفيق أيضا لأبناء عمان من خلال الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات وولايات السلطنة. البعض ممكن يسألني من خلال التغريدات عدنا ليش صرت ما تكتب الأخبار يعني على صفحة تويتر، سموحة منكم بس زحمة شوي يعني هاليومين، لكن إن شاء الله رايح أكتب جميع الأخبار أيضا والفقرات الخاصة بالبرنامج، لكن الهدف أن نحن نتواصل معاكم من خلال متابعتكم، من خلال أيضا مشاركاتكم الطيبة بترانيمكم الرائعة على آت شباب راديو أمان.
أيضا عندنا مجموعة من التغريدات الواردة من المستمعين بشكل كبير. بروح شوي للتغريدات. تحياتي لصالحة، تقول صالحة في تغريدة لها جميلة: لا توجد شجرة لم يهزها ريح، ولا يوجد إنسان لم يهزها فشل، لكن توجد أشجار صلبة ويوجد أشخاص أقوياء، فكن منهم. تحياتي لكم جميعا. يوسف مرحبا بك، الرجل الناجح والذي يتمكن من بناء أساس قوي من الطوب الذي ألقاه عليه الآخرون. يوسف المحرزي، أبعث لكم السلام والتحية، وتحية إلى محمد الشبيبي وعدنان. شكرا يا يوسف. راعي الوفا مرحبا بك، بالفعل كانت الأغنية للفنان الشاب القطري فهد الكبيسي. وتحية أيضا لمروة، تقول مساءاتكم سعيدة ومساءات العطاء تستمر في مساكم أحلى، شكرا لإذاعة الشباب. شكرا جزيلا يا مروة. مستمعين إذاعة الشباب من سلطنة عمان، نتوقف معكم مع فترة صلاة العشاء، ولنا عودة بإذن الله لمحطاتنا الأخيرة في فقرات برنامجكم مساكم أحلى. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يرتوي بالحب قلبي، حب خير. مستمعينا، يرفع الآن على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة،
وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. من إذاعة سلطنة عمان نرفع على مسامعكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. جاءنا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد جاءنا في الأصول عن النبي الرسول أن أفضل ما نقول، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد جاءنا في الأثر عن النبي الأبر أن المنجي من سقر، لا إله إلا الله، أن مفتاح الجنان، لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساكم أحلى أحلى أحلى. صحتك بين يديك. صحتك بين يديك من الأخبار الصحية لليوم، اخترنا لكم حول تلخيص لمراجع يعني جديدة لدراسة سابقة إلى أن أوضاع اليوغا المختلفة قد تكون مفيدة للقلب قدر ما يفيده ركوب الدراجات أو المشي السريع، علاوة على أنها أيسر على كبار السن ومن يعانون من مشاكل صحية. نتمنى الصحة والعافية من خلال متابعتكم أيضا للأخبار الطبية، من خلال أيضا هذه الدراسة اللي تم ترجمتها لدراسات سابقة إلى أن أوضاع اليوغا المختلفة قد تكون مفيدة للقلب بقدر ما يفيده ركوب الدراجات أو المشي السريع، علاوة على أنها أيسر لكبار السن ومن يعانون من مشاكل صحية. يعني ممكن تكون هذه التمارين واليوغا والهدوء طبعا المختلفة أن تكون مفيدة للقلب ونبضات القلب. نتمنى سلامة قلوبكم الطيبة الطاهرة اللي تنبض دائما بالدعاء الصادق لفريق عمل مساكم أحلى. شكرا جزيلا للجميع المغردين. نروح إلى فقرة مواقع التواصل ونختم لقانا معاكم مع تغريداتكم، مع أيضا تواصلكم سواء على 90456 أو على آت شباب راديو أمان صفحتنا في تويتر. نتواصل في مواقع التواصل بشكل سريع، بنقرأ أغلب التغريدات الواردة من المستمعين. سعيد جدا أيضا ب 67 متابع لصفحتنا انضموا لمتابعة صفحة إذاعة الشباب اليوم، شكرا جزيلا للمغردين اللي بالفعل
كان لهم دور كبير أيضا في الترويج حول محطات وفقرات البرنامج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو الهدف أن نحن نوصل رسالتنا. السموح على أي قصور أيضا من خلال تفاصيل الأخبار، أنا يعني ما كتبت الكثير من التفاصيل والأخبار أيضا خاصة بفقرات البرنامج اليوم، لكن إن شاء الله أوعدكم بما هو جديد. خالد مرحبا بك معانا، هالبلوش يقول مساء الخير عدنان، تحياتي لكم ولفريق العمل، يسعد ربي مساكم، مساء البنفسج على إذاعة الشباب مع هذه المحطات الراقية والرائعة، تحياتنا لك. تحياتي أيضا لسالم بالربيع الجامودي، مرحبا بك، خير المساء وياكم يا مساء القلب، تحياتي عليكم بأحلى مساء، أبعث سلامي وتحياتي للجميع. مروان البلوشي مرحبا بك، ليمان النبهاني، وتحياتي لسيف سلطان أيضا النبهاني، تحياتنا إلى سالم عبد الله من سور العفية، تحياتي لك ومرحبا بك. كان يحاول أن يجاوب على أغنية أرقام وأغاني، نحن كشفنا الأغنية. شكرا على التواصل وشكرا على الإطراء الطيب. يعقوب بن مسلم السيابي من بدبد يقول يا ريت لو شارك في فقرة هواء، إن شاء الله بكرة تشاركنا يا يعقوب، السموحة منك، ما بقى من عمر البرنامج الكثير يعني ثواني ونختم لقانا معاكم، بس على السريع بعث السلام والتحية للمغردين والرسائل النصية القصيرة اللي وصلت للبرنامج اليوم. سارة البلوشية مسائك سعادة، شكرا على التواصل. محمد الكعبي مرحبا بك معانا من الكويت. خديجة شكرا على تواصلك على انستغرام على هاشتاغ مساكم أحلى، وتحية أيضا لمحمود الملا من الإمارات، مرحبا بك يا محمود، وتحية أيضا لوليد من البحرين، شكرا على تفضيل التغريدة الخاصة بمساكم أحلى، وشكرا لمتابعتكم لصفحتنا على انستغرام وبالتحديد على هاشتاغ مساكم أحلى وتواصلكم معانا. تحية أيضا طلال وصالحة، وتحية للسنادية، شكرا، والشكيلية سنادة تحياتنا لك. سليمان العاصمي مرحبا بك، وتحية لخالد الخصيبي، شكرا على تواصلك معنا. أبو سالم يا مرحبا بك. رشاد العامري مسائك نور وسرور، تحياتي لك وسعيد جدا بمتابعتك، وتحية أيضا للأخوان بدر ومحمد وخالد العنيد العامري، مرحبا بك، شكرا على متابعتك. محمد اليوم ما شفنا تغريداتك، عسى المانع خير، ان شاء الله نلتقي بمحطات وتغريدات متجددة بتواصلكم. شكرا لكل من غرد معانا، لكل من شاركنا محطاتنا المسائية المنوعة في مساكم أحلى، تحياتي لكم. سهيل البوسعيدي تحياتنا لك يا أخوي سهيل، وشكرا على تواصلكم معانا. شكرا لك جميع المغردين، شكرا للمتابعين محبين الأنست، محبين الانستغرام، مرحبا بكم معنا على هاشتاغ مساكم أحلى في موعد جديد بكرة إن شاء الله مع فقرة net.com ومجموعة من الفقرات اللي تتجدد معاكم يوميا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان ومن خلال تواصلنا معكم من تمام الخامسة إلى السابعة. كنت معكم إعدادا وتقديما أخوكم عدنان بن عبد الله الميمني، في الإخراج مريم بنت محمد العجيلية، المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي. نلتقي دائما معكم بالحب ونختم لقانا معاكم بالحب، مسيتكم بأحلى مساء ودعكم بأحلى وداع، في أمان الله.